لو الحكاية فيها إن فيدي معاقبة كل من محمد عبد المنعم يا محمد وعاصم الحكيم الجارح الآلف للسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية. ثانيا بمعاقبة عبد الرحمن سيد علي محمد للحبس مع الشرطة لمدة 1 سنة عما أسند إليه وأمر بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ ضرورة الحكم بها.